لا بس خلنا نقول كلمة يا زيد. أول شيء ألف مبروك لولد عمك. ولد خالك. ولد خالك. الله يبارك فيك. ألف ألف مبروك. آمين. إن شاء الله منها المناصب العليا. يا رب العالمين. وزي ما قال صراحة أنتم ما شاء الله رافعين الروس دائما. الله يطول بعمرك. ما غريب عليكم. الله يرفعك. إن شاء الله بإذن الله تعالى نفرح بنايف التخرج وبإذن الله تعالى والزواج. يا رب يا رب يا رب إن شاء الله ويسعدكم إن شاء الله ومثل ما أنا سعيد يا رب. طبعا اليوم أنا أشوف بيني وبينكم يعني برزيقة بديت أنا أخاف من برزيقة الصراحة. ليه؟ برزيقة صاير يجي بدري. برزيقة برزيقة صاير ما شاء الله مثابر. برزيقة اليوم جاء قبل أبو علاء. تخيل. لا 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 برزيقة صادق صادق مع العلم إنه ما نام إلا 12 الظهر. كيف صارت دي؟ الجهد والتعب لازم يبي له شغل. أشهد بالله أنا برزيقة اللي براسه والله نجيبه. هذا الكلام دخلنا عليه أبو برزيقة قبل الهوى لقيناه ايش يسوي؟ يحضر المادة اللي بيقدمها للمشاهد. لا 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 سلام والمركب عليه اثنين والساعة تدور. دقيقة شباب لسه ما بدأ الهواء ما بدأ الهواء اصبروا دقيقة. وش الله رايح. شفت كيف شفت كيف يا أبو سعد قلت جالمر أبو عبد الله رجال رجال أبو علي بس ناقص الحبال صك إن الفنجان. مشكلتك إن الحبل عندك مقطوع. يا ولد جايك معادي. ليش جايك معادي تأخرت؟ تأخرت خلاص برجيك جاي قبل أبو علاء. أقول لك معلمك إيش ليش تأخرت أنا؟ يضحك يا الله الشمات يا رب ترى الشمات يا رب من ما تحبها يا رب إذا تشمت وفزكم في خارج اسوي فيكم انت ما تحبها يا رب احنا عارفين والله الشيء. ابو رزيقة والله لا نفسكم والله لا اسوي فيكم شوفوا لحد الان الثالث يبي له احبال ورجال انت رجال بس ما معك احبال احبالك انقطعت انت ما تطيبه انا اعرف زين لا انا الحمد لله ايش فقرات بس انت لكم الحضور ما بلا مره واحده تاخرت فيها اليوم والله وبعذر يعني بس بسالكم احد ابسالكم اقول وشو وشو عذر وشو 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 والله ما ياخذون عذر وشو عذر ممنوع 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 ما في عذر لو انك مريض والله تجي لو تجي بالكمام حقك والله بالاكسجين حقك ناظر ابو رزيق عيونه كيف طالعه والله ناظر كيف وجهه طايح رحاب ذلك اقول والله احنا كذا بنسمك شبير السعاده الله يسعدك اصلا شوفتك وابتسامتك بحد ذاتها ما شاء الله تبارك الله سعاده مرحبا مليون شباب عارفين اسامه اللي كذا مكشخ ومشخص اليوم جولين. ها عارف ليه ابو زيد ليش شين عمل الحين انا نطلع مني من هذا المنبر من هذا المنبر تعال شوي كذا سلطان وين كيف شوي يا شف من هذا المنبر ارفع قضيه على هذا الرجل لان مر من عندي قبل شوي ولا قومني عشان برزيق يقول له وين والله العظيم سواه فيني بس الواحد مشغول في الظهر لا سلطان ما نمت الا الساعه 4:30 شغل 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 انا عارف شغله لا يدري انا عارف والله اني دقيت عليه يمكن 4 مرات طيب انت ايوه وجمهورك اشغل والدي والله قلت لهم يا جماعه انا ما انا حتى انا والله معك والله انا ابوك قسم بالله انا محرقه جوالي قلت اسمعوا انا بيني وبينه 50 دقيقه طيب هيا اقول لك بشغله انا اروح اصحي انا خرجت من شقتي لقيت فيصل في الاستقبال ماسك شعره يا ناس جمهور سلطان اشغلني بالله مالو اقفل يدقوه مره ثانيه انا صحيت في الاخير اشوف ايش صح سلطان انا لو بروح في ذاك اللحظه اصحيه ابى اصفقه يعني اقول قم المشكله يقول صح عشان المشكله انا صحيت من جواله لا عزيزي انا صحيت كاتب انا نايم وين بالغرفه كاتب اخر سنابه صحوني الساعه 7 اتفقنا هم اتفقوا هو لا متفق كانت غلطه اتفق لا يتفق اسمع الاتفاق كان علينا احنا مو عليه نعم والله سلطان اشوفه سلطان الكوره في ملعبك اليوم اي ملعبك في كوره اصلا اعتبره انسان غلط في حياته غلط انه قال لكم صحوا افسخ نفسك لا لا تقول انا منافس لازم منافس على المركز الاول مستحيله يصير بيننا التصال مستحيله خليتني اليوم واقف انا واحمد الحبشي في الشارع وقفت علينا السياره افا شفت على طول يا ابو علي معزك توفى يا ابو علي شرب عزك نطلع من هنا طال عمرك اجيب لك البنزين ابغاك تجيب لي محطه اقول ابشر بعزك الله يعزك يا شيخ بساعتك باركوا لي يا جماعه نسحب محطه كذا باركوا لي نسحب باركوا لي انا جاي من انتقال احد ما قدرت
من الذبابين اللي بغت تدخل في عيني. قتلتها. أيوة. قتلتها هني. قتلتها. قصتها بكف. شوف المتعافي ذا. والله هذا نادالك أبوه. والله هذا حصان. خلوا 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 علي خلوا علي. كلكم تشوفونه. يلا. زي ما نشوف. حتى ذاك ينشد. ياس. قتلته. حاولت إني ألحق عليه بس. والله قتلها. عرفنا جواب تخصصه الجديد. شنو؟ أي تخصص؟ سبايدر مان إيش سوى؟ قاتل الذباب. حلو. شكرا نصيح. والله نحتاجه. نحتاج مثلك. قتلت اي والله قتلها. ايه ايه شوف في واحدة انا بعلن من هذا المنبر يا شباب. شوف شوف من هذا ايش؟ من هذا المنبر. علي يدك علي يدك. صدق منبر منبر اللي هو اسمع الكلام اللي بعده. اسلم. انا بالنسبه لي انا بدعم برزيقه لين ما يحصل على نجم الاسبوع وياخذ الدرع. انا بدعم اصيل الى ان ياخذ الاول. حبيب قلبي. ونشوف انا بدعم نفسي من اللي يمناك ها. ايه ابو محمد. انا ما قصدك شيء. اسمع الكلام اللي يجي من الشارب يا ولد اسمع. والسابقه بيدها. بيمناها وانا خلاص. من هذا المنبر وتشوفون انا بنام في سيارتي عند الفندق ان شاء الله بغرفه ابو علا ما عندي مشكله. ابو رزيقه ياخذ الاول ياخذ الاول. لا لا انا ابو رزيقه ياخذ الدرع. انا بصير حصان هنا في القريه ما بطلع ولا بروح ولا على كتفك نظام بفزع. انا بتنازل كم معي في الكيف كم معي في شارع مدري شو. اسمع الكلام كم جمل نجم الاسبوع هذا هذا الاسبوع ما ياخذ غير اسامة المانع. الله يعزك. وانا دائم انا اتشلل انت ولا اسامة المانع على ابو رزاق ان شاء الله. شباب شباب باركوا له ما جاوب على صح واحد. ايش فيك يا حمد من زعله ذا؟ يوه حطيت عليه زعلان. طيب جاوب جاوب كل شيء ليش زعلان؟ حطيت عليه. شوف جاوب كل شيء ابغى اعرف ليش زعلان. يا عيال اعلمكم اعلمكم اليوم اليوم بس واقف زعلان. سام اليوم انا محمد الله لا يبلانا الله لا يبلانا رحنا احنا يا حضرنا فيلم يا عيال فين رحنا للمول لعبنا العاب الاطفال فين عين فينا فينا طفوله باقي فينا طفوله دفعنا انا محمد فوق 400 ريال اخر شيء اخذت لي دميه صغيره زين واخذ الميداليه ومريش كذا لا هذا الهدايا لا يا خساره ال 400 والله اني اضربك انت والله يا اني اضربك على عينك عشان العومك في الصباح والله اني اضربك هات عقالك انت شوي اضرك كان معهم ذا ما كان معهم كان في مكان ثاني ايش الحركات ذي وانت بعد وانت عطني واحد من الصح دي حقت موك اللي خلني احضن بعد انا اليوم بدخل في يوزر لاب والله يا جماعه والله يا جماعه صراحه يا اخوي تعال امك جالسين زب ها اطلع والله انت روح معنا